السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى السادس إعدادي. مرحبا بكم في قناتكم جوكوبينيك تي في للتواصل والفهم والاستيعاب. بعض الأنشطة الدراسية سنقترح لكم اليوم ما يسمى بالإفراز البولي، وعندكم هذا الشيء في الفصل الخامس شابتر 5، يتحدث حول الإفراز البولي ليكسكريسيون يورينير، صورة معبرة عن المريض يعاني من قصور كلوي ويحتاج هذا المريض إلى تصفية الدم عن طريق جهاز مختص كما تلاحظوا، دياليز، نسميه بالفرنسية دياليز. لاكتيفيتي دي سيلول، لاكتيفيتي دو كوا دي سيلول كي كونستيتو لي ديفيرون تيسو دو لورغانيزم نيسيسيت لا كونسوماسيون دو لوكسيجين اي دي نوتريمون. إذن تحتاج الخلية دائما إلى مواد القيت وكذلك الأكسجين للنشاط أو القيام بالنشاط الخاص بها، إنتاج الطاقة وكذلك باقي المخلفات معناها ثاني أكسيد الكربون إلى آخره. L'activité des cellules qui contiennent les différents tissus de l'organisme nécessite la consommation de l'oxygène et des nutriments ainsi que le rejet de CO2, c'est-à-dire dioxyde de carbone, et des déchets. Alors, les échanges de toutes ces substances s'effectuent entre les cellules et le milieu intérieur. Les échanges de toutes ces substances. Maintenant, tu as l'oxygène et l'oxygène. Mais nous allons t'acheter. تحتاج كذلك المواد القيت من الوسط الداخلي، يا إما عبر الدم أو عبر اللمف. سيلو CO2 معنى ثاني أكسيد الكربون، سيلو CO2 est rejeté à travers les échanges respiratoires. On peut se demander par quelle voie sont rejetés les autres déchets. إذا تعرفنا في السابق أن ثاني أكسيد الكربون يطرح خارجا عن طريق تبادلات الغازية التنفسية. Si le CO2 est rejeté à travers les échanges respiratoires, voilà, ça peut être de l'autre gaz tenfusé. On peut se demander par quelle voie sont rejetés les autres déchets. Alors, les personnes, les personnes qui souffrent d'un mauvais fonctionnement des reins, les reins mal crisés, les personnes qui souffrent d'un mauvais fonctionnement des reins sont obligés d'utiliser le rein artificiel que vous regardez. Les personnes qui souffrent d'un mauvais fonctionnement des reins sont obligées d'utiliser le rein artificiel. C'est un appareil qui assure l'épuration du sang. Il y en a des GS. هو يسمح لصفية الدم. C'est un appareil qui assure l'épuration du sang par élimination des déchets. Par élimination des déchets qui sont normalement éliminés dans les urines. Dans les urines. Urine. وسائل البول. ونحن ندرس الإبراز البولي. وأهمية هاد أهمية اللي تتلعبها الكليتين في تصفية الدم من الفضلات. إذا نحن نعلم أن هناك طريق للتخلص من ثاني أكسيد الكربون عن طريق الزفير أو تبادلات الغازية التنفسية، يعني يمكن استبداله بالأكسجين. ونتساءل بالنسبة للآخرين، المرضى الذين يعانون من قصور كلوي يحتاجون إلى كلية اصطناعية أو إلى جهاز كما تلاحظوا في الصورة لتصفية الدم. إذا يمكن التخلص من فضلات مثل البول عن طريق جهاز خاص سميتو الكليتين الإيران. إذا كان هناك قصور كلوي يحتاج المريض إلى كلية اصطناعية أو جهاز لتصفية الدم. Alors, بالنسبة للوثيقة الأولى، كما تلاحظوا أيها التلاميذ، le rein artificiel est un dispositif permettant d'assurer de manière temporaire ou définitive les fonctionnements d'un rein défaillant.
إذا كاين بعض المرضى الرئة ديالهم بادون الكلية ديالهم لا تعمل، إذا يحتاجون دائما حتى مدى الحياة إلى كلية اصطناعية أو إلى تصفية الدم للأسف الشديد، أو إذا كان عندهم قصور كلوي شيء ما غير حاد يحتاجون مؤقتا إلى كلية اصطناعية ريثما يتسنى لهم زرع كلية أخرى من متطوع ويكون أفضل من أفراد الأسرة لكي لا يكون هناك مضاعفات. Le rein artificiel est un dispositif مهم. خلال الصورة شفنا بأن le rein artificiel معنى الكلية الاصطناعية. Le rein artificiel est un dispositif معنى هي آلة permettant d'assurer de manière temporaire. إذا تسمح للعمل بشكل مؤقت عوض من الكلية الطبيعية وكذلك بشكل نهائي إذا كان هناك فعلا ديفيرونس ضعف شديد من ناحية الكلية الطبيعية. Alors comme vous savez tous, dans ce chapitre on va étudier l'excrétion urinaire. معنى الإبراز البولي. الإكسكريسيون urinaire. كما تلاحظون في الوثيقة هذيك كليتين لي دوغان sont des organes vitaux. إذا الكليتين هما أعضاء حيوية في الجسم ديال الإنسان. Les dorsaux sont des organes vitaux dans notre organisme. مهمة ديالهم هي تصفية الدم من مخلفات الخلية. إذا الدم تاعو تيكون مشبع بثاني أكسيد الكربون كذلك مشبع بواحد المادة سميتها البولة تسمى بالفرنسية لوري وهي مادة سامة تكون موجودة في الدم نتيجة نتيجة النشاط الكيميائي للخلية نتيجة النشاط الكيميائي للخلية تكون هذه البولة بولة تسمى البولة مهم تكون في الدم وتدخل الكلية الدم يدخل الكلية للتصفية يصبح مصفى تماما من هذه المادة المسمى والمادة السامة تتجمع في واحد المتانة تسمى الفيسي السائل الصادر من الكلية هو البول التي تجمع في المثانة ومن ثم إلى خارج الجسم إلى سبب ما لغين البول بول لغين إتاليكيد بيولوجيك إذا البول هو عبارة عن سائل بيولوجي برودوي بار نوتر أورغانيزم ناتج عن الجسم ديالنا النشاط ديال الخلايا النشاط الكيميائي ديال الخلايا Il constitue la plus grande part des déchets liquides et de l'activité chimique de nos cellules. Elle constitue la plus grande part des déchets liquides et de l'activité chimique de nos cellules. هذا واحد نشاط كيميائي خاص ومن بين النواتج ديال هذا النشاط الكيميائي هو البولة تطرح في الدم وهي مادة سامة ويتم تصفية الدم من هذه المادة السامة البولة في الكليتين يعني هناك جهاز خاص هو الكليتين هناك عدة أعضاء من الكليت تقوم بهذه التصفية ديال الدم لتكوين البول في آخر المطاف L'urine est produite par les reins et stockée dans la vessie. Il y a une boule et je m'en fie le médecin, la vessie. L'élimination d'urine par le vidange de la vessie est appelée mixant. Est appelée mixant. Il y a un تخلص الجسم الإنسان من البول نسميه آخر مطاف نسميه ميكس. البول النهائي البول النهائي الذي يطرح خارجا قلهم زين لاناليز دو لورين اذا في المختبرات بعض المرضى يحتاجون الى عينه من هذا البول المرضى يحتاجون الى عينه من هذا البول لكي يقوم الطبيب بفحص الامراض الموجود فيها في الجسم ديالهم لاناليز دو لورين دون دي رونسينمون امبورطون سور ليتا دو سونتي دون بيرسون نوتامون سور لو بون اي لو موفي فونكسيونمون ديغ
إذن في هذا الدرس سوف نتمكن من النشاط الذي تقوم به الكليات. يعتبر البول من أهم السوائل التي تطرح بواسطة الفضلات الخارج للجسم، وهو سائل شفاف يتخلص منه الجسم باستمرار وبكمية تختلف حسب نسبة السوائل وطبيعة الأغذية المتناولة والحالة الفيزيولوجية للإنسان. وكل تعثر في التخلص منه يؤدي إلى تسمم الجسم. إذا كنتم في حاجة إلى التبول يجب عليكم الإسراع في التبول، لأنه مادة سامة جدا. إذن إن شاء الله في القادم سوف نتعرف على الجهاز البولي، وكذلك سوف نتعرف على البول، ما مكونات البول وما مصدره. Comment peut-on interpréter la composition chimique de l'urine? Comment peut-on interpréter كيف يمكننا أن نفسر تكوين الكيميائي لمادة البول؟ وكل الأورغان qui assure l'épuration du sang? Bien sûr, هو الكلية. Quel est l'organe qui assure l'épuration du sang? إذن سوف نقوم بإجابة على الأسئلة في الحلقة القادمة، وسوف نتعرف على مكونات الكلية، الأجزاء التي تكون الكلية. إذن نكتب بهذا قدر من المعلومات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثالث إعدادي.